اوراق الدجاج بالباربيكيو صوص. هنحتاج 4 اوراق دجاج، تقدروا على فكره فرخه متقسمه رباع، صدور، دبابيس، براحتكم خالص في القطعيات. 3 جزر صوابع او شرايح، يعني اللي هي الجوليان الرفيعه دي. عندنا نص كوبايه كرات ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، 1 فلفل احمر حامي مفروم، نص كوبايه من صوص الباربيكيو، ونص كوبايه مرق الدجاج، وزيت نباتي، معلقه كبيره من البابريكا، رشه جوز الطيب، وملح وفلفل اسود. احنا هنخلط كل المكونات دي مع بعضيها وهنعمل صوص هنسقي بيه طبق ويبقى هو اللي للسوى. فتعالوا نجيب بوله نعمل فيها الصوص. اول حاجه اللي هو هيكون عباره عن نص كوبايه من صوص الباربيكيو، خلوني اجيب مغرفه احسن، يلا بينا. نص كوباية من صوص الباربيكيو، والمرقة، والثوم. استنى ما اجيب كده ايه سباتشولا ننزل كل التوم ده. عندنا كمان الفلفل الحار المفروم، هاخد منه شوية، انا مش هاخده كله حسيته كتير قوي. جوزة الطيب، البابريكا، ملح وفلفل اسود طبعا. بصوا هنا الصوص بدأ يغلي فانا عيني معاه. ادي الفلفل وادي الملح، وهقلب كل المكونات دي مع بعضيها. ده الصوص اللي هستخدمه للتتبيل سواء للفراخ او للخضار. جاهز معايا اهو، وهبدا اشتغل حالا. هجيب طبق اللي هسوي فيه على طول، هحط اول حاجه الجزر والكرات، وهديهم حبه من الصوص بتاعي، حبه صغيره، الباقي للفراخ. تقليبه كده وهوزعهم في الطبق. هوزعهم كده على الأطراف. وهاجي في النص أحط الفراخ وأغرقها بالتتبيلة دي. نلبس جوانتي بقى عشان نبقى براحتنا. وهنا مادام غلي قوي كده ممكن أخلي النار متوسطة. هعمل إيه؟ أنا بحب بصراحة أتأكد ان الدبابيس اتبلت كويس قوي، فعشان اعمل ده باجي هنا كده انزل الدبوس من الناحيتين، وانزل في الطبق تاني، وفي الطبق. هنرص دلوقتي ونظبط وكل حاجه، بس اطمن ان كله متبل الاول. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي حاجه في الفراخ انتوا عايزينها، صدور، وراك، تعملوها قطع لو عايزينها وصفه تخلص بسرعه، ممكن تجيبوا صدور تقطعوها مكعبات، مفيش مشكله خالص. وانا بحاول كده ايه وانا بقلب ان التتبيله توصل كمان تحت الجلد. ادي كده الصدور اتبلت ولسه معايا تتبيله كمان. عايزه انسق كده الرصه، ونيجي
ببقيه الخلطه دي، نوزع على الوراك، ونبقى كده جاهزين للفرن. وصفه تخلص في 3 ثواني. ممكن تعملوها من غير الخضار على فكره، ممكن الخضار يتضيف له اي حاجه تانية، يعني ممكن مثلا تزودوا مشروم، بطاطس، بسله، جزر، فاصوليا، كوسه، براحتكم خالص في الخضار. انا حاطه بس النهارده حاجه بسيطه قوي تدينا فكره طعم السويت اند ساور، لكن براحتكم تماما في اللي انتوا حابين تحطوه. همسح اطراف الطبق عشان يدخل الفرن نضيف ويطلع لي نضيف على التقديم على طول. لزة ده طبق بايركس مش هنغيره اكيد، هنقدم فيه. والفرن بتاعنا مسخنينه على درجة حرارة 200-220 حرارة من فوق وتحت، الرف اللي في النص، ولو عندنا مروحة توزيع حرارة هنشغلها. ولازم الفرن يكون سخن، ما ينفعش ابدا تدخل فرن بارد. لو دخلت فرن بارد تنزل بقى ميتها وتنشف والكلام المش حلو اللي انتوا عارفينه. الفراخ اخدت لون تحفه من صوص الباربيكيو، وكل حاجه بتستوي. انا لما لقيتها اخدت لون جميل قوي من فوق قفلت عليها خلاص، وسايباها دلوقتي تاخد السوا بتاعها من تحت بس. الحراره والمروحه طبعا بتوزع الحراره هتكون كافيه جدا لده. روعه، الجلده مقرمشه واخده الباربيكيو شرباه، وتحت اللحم الباربيكيو واصل، وكل امورنا تمام جدا. عايزه بس اوريكم حاجه، تحت القشره البيضه دي، تحت القشره المكرمله الغامقه دي بيبقى فيه ايه؟ شايفين؟ لحم ابيض ومتبل وزي الفل، عشان ما حدش يقول دي محروقه. في فرق كبير جدا بين الحاجات الغامقه اللي بتحصل من التتبيلات وبين اني احرق الاكل. احرق الاكل يبقى حرقيه غامق فوق وتحت، هلاقي اصلا القشره مش راضيه تنفصل عنه. لكن اللي حصل ده موضوع تاني، هتيجوا بقى تاكلوها هتلاقوا كل الطعم اللي حصل في الجلده منقول للحم تحت.